سلام البنات، في فيديو جديدة. عمالي طولت عليك مع عندي ياسر، ما حطيتش فيديو. راكم تعرفوا مشاغل الحياة. اليوم جيتكم بوصفة سهلة للكمونية. مقاديرها سامبل يعني، ونطيبها أنا بطريقة بسيطة جدا. عندي لهنايا كبدة بقري، هذه مقطعة أوندي معاها طرف قلب قصيتهم هكا أوندي. لهنا عندي بصلة غابي وكعبة طماطم غابي، وهذه مغرفة هريسة اللي يحب يحط شوية طماطم مصبرات. لهنا عندي زوز سنات توم غابي والفلفل الحار اللي يحب يقصه صغير يعني، ولا يحطه كيما هكا خير اوكاو يظهر حار ياسر. بون نبداو. البرمة تاعنا حطينا فيها الزيت، نحطو البصل والطماطم يتقلاو، نحطو لهم ملعقة صغيرة ملح، نحط الفلفل الاسود. نسيت اسكو وريتها لكم هذه لامارك عفوا قبل ولا لا، نسيت هذه. تقول لك ريحتيه درك الفلفل الكحل يعني مليح، سوا جوست تحلها تبدا تعطي قوي بيان. اسمه توابل شهرزاد، حطو كيف كيف ملعقه. نحطو شوية راس الحانوت، شوية برك. ندوس نوريلكم، نخليهم يتقلاو شوية، يدبل البصل هذاكا. كي يتقلى البصل شوية نحط الثوم ونحط الكبدة، يعني المكونات اللي بقات الكل نحطها ونخليوها ابتي فو تتقلى بيان بهذيك الكبدة يدخلوا فيها يعني التوابل. و اون توكا ما طولش به الطيب، يعني واحد من بان ساعة طيب لنا بيان. جوست ما تتقلى برك شوية البصل. وانتم تشاهدوا في الفيديو ما تنساوش لكم مشكم ابوني، تعملوا لي ابوني في لاشين باش تشجعوني، بيسك فريمون جافي ان مانك دونكوراجمون. وهكا دون ان سارتان طون قلت سي بون نحبس، من بعد رجعت قلت نو، بيسك هذه حاجه نحبها نديرها بيسك نحبها. ان شاء الله تشجعوني بلي لايكس وسبسكرايبس. دوكا نزيدو نضيفو توم ومكونات الخاط. نخلطوهم. وبالنسبه للكمون انا نحطو كنا واضحه نطفي، ما نطخنو صغير خنطفي، نحط الكمون به ما يسيبش المراره باش يكون يغلي ياسر ويزيد يعطيني اللون غامق ياسر الكمونيه. هكا نغطيو عليها ونخليوها طيب يعني ابتي فو كيف قلت لكم، ونشوفوها ان شاء الله في صحن التقديم. بالنسبه للماء كي تتقلى شويه بيان ويدخل لها توابل في التقليه، يعني نزيدو لها واحد النصف كاس تاع ماء، نديرو الحجم يعني نصف كاس الى كاس ماء، ونخليوها تغلي باش تطيب لنا بيان، تعمل لنا شويه صوص. شفتوها دركا كي زيتت، نحط لها شويه ماء. نصف كاس هذا نقفلو عليها ونخليوها تطيب. بون لهنا بخاسك طابت، نحطو شويه كمون، هاو الكمون واجد مرحي، مقدار ملعقه صغيره. هاو يخرج بشويه ما تبانلكمش ياسر، بس كمل فباها
نزيد نخليوه يغلي شويه ونطفيه. بون هذه هي الكمونيه بعد ما طابت، انا حبيت دخلت لها شويه لاصوص، نحبها شويه باللاصوص. والكبده طابت بيان ويعني لاصوص هي خاطره مش هما يعني. نتمنى عفوا تنال اعجابكم وتجربوها، وما تنساوش تعملوا لي لايك للا فيديو وتبارطاجوها مع صحاباتكم. باي باي.